صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد ضمدي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشية في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيقلنا 400,000 جنيه ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنت. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا خديجه، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو يا عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وقفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا يا اخويا انت وهو. انا ساعتك دي مفيهاش. يلا بسرعه. يلا خش خش يا بيه. في شبرا مزمار. انت بتسلي عليا؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا ساعه.
الاول. اعمل لك ايه؟ هنكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا مشميش. شيل يا مشميش. ده أبوات دولة يا مشميش. اتفضل يا بيه. خش يا رشبيش. خش يا رشبيش. استنى على رشبيش. ايوه استنى على رشبيش. انا معاك بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. استنى رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. يلا في مرات خلاص. ما هو هتعمل لنا فيها حكايه. حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حضرتك حلم محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه حاط برود الخزن. يعني ايه يا الله؟ كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عين يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك، انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجة، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم وحبي بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزنة مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالي يا مستعجلة، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا خدي. فنتك على الله نمع على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى مرحوح على المروح ليه؟ ايه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خده ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. ايه اقف في اخر الصف؟ انت هتقف اخر الشهر.
75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش. خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش طول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. السلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه. اصل الست والدتك مش عاجبها الزياره اللي انا جيت. بص البرتقال، شوفي بدل خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا اليوسف افندي؟ حد يلاقي يوسف افندي زي ده؟ ولا شوفي بلح، على النعمه حد يلاقي بلح عيشه زي ده؟ شوفي البلح وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله. كل يهود، حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد؟ هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. ايوه والله، سنه سود على دماغها باذن الله. خف عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليك 100 بقى زياره. رمضان. يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ضايقك عيني. يلا استعنى على الشقه بالله. وسيدك العيال. عيالي بس يا رمضان، هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا. اهو نونس بعض، وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه لربك كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فنه بينهاش عظمي. عظم ايه بالفتح ده؟ ده فقر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفان. يا اخت روحي. بيضرب بشبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح. مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان، لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخلهم على اللعبه يطلع له قرشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي، فكر في اي حاجه الا رمضان ده. كده ماشي. انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا لوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي؟ ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على 3، يعني كل واحد مننا ينوبه
135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربية على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم عن النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه، ما تيجي تشتغل هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض؟ دي ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بالك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، انا من ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. لسه ماما عاملين يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخش تغسل وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ابن الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم العوافس والله عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خالد ابو علي. جاتك الهم. Thank you.
شويه صابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سم يا اخويا على العيل ده لما صفحت الميه. الله جرى يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سم يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فضيانة. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه. ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. معلش يا حبيبي. يا ستي ولا عليك عشان الورد يسيلوا عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه غير يومك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفة القواه. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكوا. يلا يا ماما. سكه بنت مع اختك. يلا عشان امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي انتهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي انتهي له. بقول لك اطلعي انتهي. انتهي له انت بقى يا ماما. اوعي اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزها فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا يا اخينا انت وهي. مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه دي؟ ده عيش سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير سمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاك. يلا يلا يا ست توهية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو
عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك، انا معمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فين؟ لسه هطلع السلالم دي كليتي. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب، ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك، حماتك تحبك، غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل، الطعميه سخنه ايه؟ كل، حماتك تحبك. ماشي، بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش، حقك عليا. بقول لك ايه يا اخويا، ما توديناش محكمه عابدين؟ اخد عجلس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا يا اخت، يلا يا اخت، اطلعي يا اختي. اخويا حاسس. انا باخد لحاسس. طلعنا يا اخت، اطلعي يا اخويا. يا اخويا اطلعي يا اختي، اطلعي لا رشي على كده. ايه يا ست انت؟ تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا، بعد عنا بص هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. على بلاطة كده يعني هبطوهم، ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر، وكل دول بقى يبقوا قرايبه. لا يا اخويا، احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد يا اخويا، انت مش فاهم انت بتتكلم فيا. ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ ايه يا ولد؟ ايه ده؟ انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع ان بتسم. اوعى حد ياخد حقه. اوعى يا خرس. اوه يا راجل، والله العظيم بتتكسم يا ولد. يا سعديه يا اختي، جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل، ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة، ده راجل أهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه، هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله، مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الجبلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا أختي؟ أيوة بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا أختي، دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. هتسألي الأفندي اللي جنبك ده يا أختي. أنا ماليش دعوة، أنا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده، ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله، انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي؟ ده هي يا سيدي.
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. يا رد واستنى وسط الجمعية يا فندم. انت واقف فين في حالك؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه؟ اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى في هذا العيد؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخوي. اتكل على الله يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. انت في ايه؟ ما انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه ايه؟ ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصلي ليه؟ للكلب بتاع اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب.